يشتكي جيش مصر الأبيض وهو على خطوط النار في مواجهة جائحة كورونا فلا يجد من يجيب. لا بل وإن الشكوى ربما تغيب مطلقها في غياهب السجون بتهم تتراوح بين الإرهاب وترويج الشائعات. تعملوا إيه للصوت؟ لا. وتحصي الأسوشيتد برس اعتقال 10 أطباء على الأقل و6 صحفيين لدى الأمن المصري بسبب شكاوى أو تحقيقات إعلامية تتعلق بالوباء منذ فبراير، وتوثق تهديدات تلقاها العاملون في القطاع الصحي بإحالتهم إلى الأمن الوطني إذا ما اشتكوا من ظروف العمل ونقص التجهيزات أو تغيبوا عن العمل بدواع مرضية. وبين المعتقلين الجدد يبرز اسماء الدكتورين أحمد صفوت ومحمد الفوال اللذين انتقدا اتهامات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للعاملين في القطاع الصحي بالتقاعس والإهمال. ولكن اللائحة تطول، لائحة تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الشهر الماضي والذي أسهب في تفصيل خيارين مريرين لا ثالث لهما أمام أطباء مصر وممرضيها: إما الموت بكورونا بعد أن لقي أكثر من 150 طبيباً وممرضاً حتفهم بسببها، أو السجن بسبب انتقاد طريقة تعامل الحكومة مع الجائحة، مثل ما حدث مع الدكتور هاني بكر طبيب العيون الذي انتقد عبر فيسبوك إرسال مصر مساعدات طبية للخارج فيما يحرم جيش مصر الأبيض منها في الداخل. الحالات كلها هنا هي على الأرض. أو آخر اعتقل بسبب مقال عن هشاشة القطاع الصحي خلال الجائحة. الأمن كله والأستاذ دوت بيتهاجم على الناس في الشارع. وتقدم الفيديوهات عبر المنصات الرقمية نماذج عن القبضة الأمنية المسلطة فوق رقاب المصريين في زمن كورونا، بينما تضيق بالمصابين أسرة المشافي أكثر من ساعتين مرمي في ظل قطاع صحي هش لا يتجاوز تمويله مجتمعا مع قطاع التعليم في الميزانية العامة 4%. ولا تبدي السلطات الكثيرة من الاهتمام بمعالجة ما تظهره التسجيلات من مواطن ضعف في القطاع الصحي عموماً، أو في تلبية النقص في التجهيزات الوقائية والتدريب الذي يشكو منه العاملون في القطاع، ولكنها تبدي في المقابل اهتماماً بإعادة الحياة إلى القطاع السياحي مثل ما فعلت الأسبوع الماضي بإعلانها استئناف استقبال السياح في مسعى للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتبدي أيضاً اهتماماً بتشديد القبضة الأمنية على المشتكين سواء من خلال الاعتقالات أو مثل ما فعلت قبل نحو 10 أيام حين منعت انعقاد مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء للتنديد بما يتعرض له العاملون في القطاع من انتهاكات واتهامات.